يدعي البعض ان اتلاف المال مكروه وليس حرام، ومنه اتلاف المال في الدخان، ويقولون ايضا ان التحريم يحتاج الى نص، فما رايكم في هذا القول؟ اتلاف المال بغير وجه شرعي محرم بلا شك، وليس في خلاف بين العلماء في هذا، بل هو محل اجماع ان اتلاف المال في غير امر مباح، في غير امر شرعي، لا يجوز لوجوه كثيره وادله كثيره. لأن المال جعله الله وخلقه الله لنفع الناس ولتقضى به الحوائج ويجاهد به في سبيل الله ويواسى به الفقير والمسكين وتقام به المشاريع الخيرية والمصالح العامة، فلا يجب أن يضاع. ومن ذلك قوله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، قال العلماء التبذير إضاعة المال، يصرفه بغير وجه، يصرفه في المسكرات، يصرفه في الدخان، يصرفه في المعاصي، طرحه في البحر وما أشبه ذلك، هذا من تبذير التبذير. وكذلك الإسراف، الله نهى عن الإسراف وقال لا تسرفوا، فالإسراف زيادة على الحاجة، فإذا كان زيادة على الحاجة تمنع، فكيف بإضاعة المال أصلا ورأسا؟ كذلك ما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم والله يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فخبر أن الله يسخط لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالله الذي يسخط هذا وما سخطه الله لنا يجب على تركه. في أدلة كثيرة غير هذا، نعم. الحكم غير صرفه في الدخان والمسكرات لا ريب أنه من التبذير ومن الحرام، لا شك في ذلك، مع ما هو متقرر ومعلوم من كون الدخان من الخبائث الضارة، والله سبحانه إنما أباحنا الطيبات، حيث قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله كل نبي قل أحل لكم الطيبات، ولا يقول عاقل لا طبيب ولا غير طبيب إن الدخان من الطيبات، فعلم حينئذ بنص القرآن أنه ليس من المباحات، وقال سبحانه في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل شيء ليس بطيب فهو من قسم الخبائث، والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات من آكل وتشارب ومراكب وملابس وغير ذلك، ويحرم الخبائث التي تضر العبد ضررا عظيما إما غالبا وإما محضا، والدخان وضربه محضا خبيثة لا خير فيه. نسأل الله العافية.